يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المقدمة بتاعة الميناء وعن الفرق ما بين الميناء والمرفأ وعن مكونات الميناء والسفينة شكلها عاملة ازاي ومكونات السفينة وهكذا. كان كلام عام جدا، وانا قلت لك ان المقدمة دي مهمة بس عشان تدخلك مدخل كده بسيط تقدر تستوعب منه هنعمل ازاي وايه اللي هنشتغله في المنهج. تمام. المرة دي جينا لحد نهاية السكشن اللي فات قبليه واتكلمنا عن خصائص الموجة عموما، اتكلمنا عن بعض الخصائص الرئيسية واللي قلت لك اللي هي مهمة جدا زي الويف هايت، اللينس، الامبليتيود. قلت لك الامبليتيود دي صعب يديها لك لان هو مضطر يديك اكس وتي، مديك التي اللي هو التايم بيريود، مديك الكي اللي هو الويف نمبر، مديك اللي هي الاستبنس. واتكلمنا عن انواع الموجات كمان، قلنا للموجه ممكن تكون يا اما لينير يا اما نون لينير يا اما اسمه ده اللي هي التسونامي. ده كله اتكلمنا على المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ انا بس هراجع الجزء اللي فات لان الناس اللي ما حضرتش، فهبدا اراجع من اول خصائص الموجه وتصنيف الامواج. تمام؟ وبعد كده هبدا اتكلم على تصنيف الامواج تبكر ريليتيف ديبس، وبعد كده ندي مسائل ان شاء الله على الجزء ده، وان شاء الله الجزء ده هيكون متغطي تماما بالمسائل بتاعه ومش هتلاقي اي حاجه تقف قصادكم باذن الله بعدين. تمام؟ هنتكلم ان شاء الله النهارده على الويف كاركترستيك خصائص الموجه، وهنتكلم على سولفد اكزامبل اللي هي الامثله المحلوله. اول ما نتكلم على انتروداكشن، انا اتكلمت على حاجه المره اللي فاتت اسمها الويف ثيوري، وقلت لك ان في الويف ثيوري يعني الموجه بتاعتنا ممكن تاخد اربع اشكال مشهورين جدا. ممكن تاخد شكل اسمه ايري ويفز، بيبقى حركه الموجه دائريه لكن ارتفاعها صغير. ممكن تاخد حاجه اسمها ستوك ويفز، حركه الموجه دائريه لكن ارتفاعها كبير شويه. خد بالك هنا لو قلنا القمه دي ارتفاعها ايه فالقاعده ارتفاعه ايه، بنفس المبدا لو قلنا القمه دي ارتفاعها ايه فالقاع هنا ارتفاعهم ايه. فعشان كده بيقول ان الايري ويفز والستوكس ويفز الاثنين دول يعتبروا لينير ويف، امواج خطيه. تمام. بعد كده اتكلمنا ان شكل الموجه الثالث اللي هو الكانيديال ويفز، اللي هو الشكل بيسموه الشكل المخروطي. لو انا جيت ارسمه لكم عشان برضو ما يبقاش يعني غير ده، لو انت جيت تاخد الخط ده اهو بيبقى شكله عامل كده يا جماعه، بياخد كده شكل مخروط ومن تحت بياخد شكل اليبسويد، فبيبقى ده الشكل بتاعه بالنسبه له. ايه قوم البس يلا. ايه ده هو النور فاتح؟ معلش انا اسف. اقفل يا علق. خلي بالك الحاجات دي بتتسجل وبتنزل، ف نحترم نفسنا شويه. تمام. فده بيسموها الكانيديال ويفز، اللي هو بتاخد الشكل المخروط ويبقى في تحت يبقى واخد شكل الليبسويد. دي بالنسبه لنا بتعتبر نون لينير ويفز. واخر حاجه السلاريتي ويفز، ودي من اشهر الموجات اللي كلنا نسمع عنها، دي موجة تسونامي. ومشكلة موجة تسونامي يا جماعة ان لو قلت ده خط البحر اللي هي السي ليفل، اللي بيسموه سي ليفل رايس الاساسي، المين سي ليفل رايس، ارتفاع المنسوب اللي هو المستوى السي ليفل، يعني بالنسبة لنا كل الموجة بتبقى فوق الخط ده، وبالتالي ارتفاع الموجة بيبقى كبير جدا. موج الامواج بتاعته تسونامي ممكن توصل في ارتفاع البعض ال 40 متر. لو قلت 40 متر طبعا ما بتوصلش. انا كان في واحد مطلع لي موجه التسونامي دي في سنه من السنين، الله يمسيه بالخير، يعني مطلع ارتفاعها 250 متر. واحد تاني كان مطلع لي 1000 متر تقريبا، عايز موجه التسونامي تغرق برج خليفه تقريبا، مش فاهم. حجازي هيطلعها لك 1000 ونص. لا عادي، حجازي ده هو حجازي فين؟ هو بيحسبها دلوقتي. بيحسبها دلوقتي مش فاضي. تمام. فدي بنسميها اللي هي التسونامي ويفز. ادي اشكالهم اهو طبقا للسي ليفل، مستوى سطح البحر الثابت اهو. ده اللي هو السمول امبليتيود اللي انا كنت بتكلم فيها، ان الاي صغيره، فدي بنسميها ايري ويفز، والاثنين دول بالنسبه لنا بيعتبروا لينير ويفز. الكانيديال ويفز زي ما انت شايف بياخد شكل مخروط ومن تحت الليبسويد، بيسموها نون لينير ويفز. واخر حاجه السلاريتي ويفز اللي هي التسونامي. باشمهندس انت شرحت لنا ده الجزء المره اللي فاتت، بس ايه ازاي اقدر افرق ما بينهم؟ يعني ايه يعني انت في الواقع ازاي اقدر اقول الموجه اللي عندي دي لينير ونوعها ايري او ستوك او كانيديال لو كانت نون لينير او سيليريتي لو كانت تسونامي، ازاي اقدر افرق بينهم؟
بيقول لك عشان نقدر نفرق ما بين الموجات المختلفة دي بنستخدم حاجة اسمها ايرثل نمبر. ايه هو الايرثل نمبر؟ الشكل اللي قدامك ده شكل الموجة اللي بتحصل في الطبيعة، ده الامبليتيود اللي هو القمة والقاع، وده الويف هايت اللي هو ما بين القمة والقاع، وده الويف لينث، وفي الاخر ده الدبس. طيب ايه الايرثل نمبر اللي انت بتتكلم عليه ده يا باشمهندس اللي هو رقم ايرثل؟ بقول لك ان الايرثل نمبر ببساطه جدا يا جماعه بيساوي حاجه اسمها الاستبنس على الريليتيف دبس. ايه هو الاستبنس؟ بيسموها انحدار الموجه. استبنس يعني انحدار الموجه. انحدار الموجه هو حاصل قسمه ارتفاع الموجه على الطول الموجي. ركز معايا، ادي ارتفاع الموجه وادي الطول الموجي، حاصل قسمه الاثنين دول على بعض ده الاستبنس. طيب الريليتيف ديبس نفس الكلام، حاصل قسمه الديبس على ال. لو انا قسمت الاثنين دول على بعض بجيب حاجه اسمها ايرسل نمبر. بيقول لك ايرسل نمبر ده يطلع لك حاجه من اثنين، يطلع اكبر من 26 فيبقى نون لينير ويفز، يبقى الموجه في الحاله دي تطلع كانيديال ويفز يا تسونامي. طيب لو طلع اقل من 26 بقى في الحاله دي لينير ويفز، يعني يا اير ويفز يا ستوك ويفز. يا باشمهندس ما انت كده ما فرقتش، انت كده قدرت تعرف نوعها اذا كانت لينير ولا نون لينير. طيب ازاي بالظبط اقدر احسب اذا كانت ستوك ولا ايري ولا تسونامي ولا كانيديال؟ بيقول لك عن طريق شارت اسمه، اللي شارت قدامك ده اسمه ايرسل شارت، بيوضح الفرق ما بين الامواج المختلفه. لو ركزت هنا، ده هنا لينير ايري ويفز، ده ستوك، ولو انت دخلت جوه هتلاقي مديك الكانيديال وهكذا. طب هندسه انا بدخل الجدول ده بايه؟ بيقول لك بدخل بحاجه اسمها الاتش جي على التي تربيع، وحاجه اسمها الدي جي على التي تربيع. لو خدت بالك اتش ودي اللي هما الاساس بالنسبه لنا، الاستبنس والريليتيف ديبس. تمام، يبقى اتش ودي الاستبنس في الريليتيف ديبس والريليتيف ديبس، المفروض ده اتش على ال. المفروض الطبيعي يقول لك 51 سي تربيع وبعد كده مش عارف ايه، فهو الرقم بيقول لك عشان وصله ده بالنسبه للارسل، يعني هو وصل لمرحله ان هو قال لك انا لو انا دخلت بيطلع جي تربيع، اتش اللي هو ارتفاع الموجه، جي عجله الجاذبيه، تي اللي هو الزمن الدوري، والدي على جي تي تربيع، اقدر احدد اكزاكت الموجه دي اذا كانت ايري ويفز، ستوك ويفز، كانيديال ويفز، تسونامي ويفز. تاني، يبقى انا لو انا قدرت ادخل بالاتش على جي تي تربيع والدي على جي تي تربيع، خد بالك التي الزمن الدوري ده بيبقى جيفن، الاتش بيبقى جيفن، الدي جيفن، امال انا هعمل ايه؟ انا عايز اعرف منك نوع الموجه فقط. لو انت خدت بالك كل ما الدي بتزيد ايه اللي بيحصل في الموجه؟ انا هتحرك ازاي لما الدي تزيد؟ المفروض اتحرك الاتجاه ده، بتبقى خطيه صح؟ يبقى كل ما الدي بتزيد والاتش بتقل فتطلع معايا ايه؟ ايري سوري او ايري ويفز. طيب ما انا قلت لك ده اصلا، انت قلت لي ده، قلت لك ان الايري ويفز خصائصها ان هي سمول امبليتيود. سمول امبليتيود يعني سمول اتل. يبقى لما انت تبقى في المياه العميقه وارتفاع الموجه صغير يبقى الموجه مستقره، الموجه سهله جدا، بنسميها ايري ويفز. لما يبدا تاثير العمق يزيد ويدخل في الاعتبار وارتفاع الموجه يزيد فتبدا تتحول الستوك. طيب بعد الستوك تبدا تتحول للكانيديا لحد ما توصل للتسونامي. طبعا التسونامي دي حاله خاصه جدا جدا وبتحصل قليل جدا بتوافر شروط معينه. التسونامي يا جماعه بنسبه 99.99% بتحصل في حالتين، يا زلازل يا انفجارات. يعني هتلاقي اصلا اكتر دول اللي بتتاثر بالزلازل بالتسونامي دول اللي هي شرق اسيا دي كلها زلازل وانفجارات. تمام، لحد ما انا واقف هنا في مشكله، في حاجه مش واضحه؟
يبقى انا كده قدرت افرق بين الامواج المختلفه من لينير لنون لينير. تمام. طيب ايه هندسه بقى الكاراكترستيك عموما؟ انت دلوقتي بتتكلم، انا عايز اعرف كاراكترستيك خصائص الموجه عموما. بيقول لك لو جينا نرسم الشكل اللي قدامك ده، ده الموجه وهي بتتحرك. فبيقول لك اول كاراكترستيك لازم تعرفها لي هي الايتا. يعني ايه ايتا؟ يعني ارتفاع الموجه عند اي فتره زمنيه لاي مسافه مقاسه من المحور ده. بمعنى لو انا قلت لك ده كده محور اكس، لا ده اسف واي وده اكس، قلت لك احسب لي ده هندسه الارتفاع ده. فعشان اقدر احسب الايتا ده انت محتاج تقول لي المسافه دي كام، فبنسمي دي اكس، ومحتاج تقول لي زمن الوصول هنا كام، فبنسمي زمن الوصول ده تي. فدي دي عشان اقدر احسب ارتفاع الموجه عند اي فتره زمنيه لاي مسافه اكس، ده اسمه ايتا. طيب الويف امبليتيتيود، الويف امبليتيتيود يا جماعه ببساطه جدا، لو قلنا ان ده نفس ارتفاع ده، وقلنا ان كل الكلام ده اسمه اتل يعني الويف هايت، يبقى الامبليتيتيود بيساوي ايه؟ الويف هايت على الاثنين، يبقى الايه هتساوي ارتفاع الموجه على الاثنين، اللي هو يا جماعه بالاخر كده يا اما ارتفاع قمه يا اما انخفاض قاع. تمام. طيب الويف لينس، بيقول لك ان الويف لينس هو المسافه الافقيه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. يعني هنا لو انا قست المسافه دي، دي هي دي بالظبط الويف لينس، بيبقى ثابت. يبقى طيب الجزء اللي فوق ده يا جماعه ده بنسميه حاجه اسمها قمه او كريست، واللي تحت ده بنسميها قاع او ترف. وعمق الميه من السطح الثابت لحد القاع بنسميه ديبس، وبنرمز ليه بالرمز دي. تعال نتكلم عن الحاجات دي بارتفاع. ايتا ارتفاع سطح التموج عند اي فتره زمنيه لاي مسافه اكس. فلازم غصب عنك هتلاقي في القانون بتاعه في اكس وتي، فالايتا بتساوي اي كوزين اكس كي اكس ناقص اوميجا تي. الاي اللي هو الامبليتيتيود، اللي هو عبارة عن ارتفاع قمة وانخفاض قاع، وبيساوي اتل على الاثنين. الكي ده حاجة اسمها الويف نمبر، ويساوي 2 باي على ال. الاوميجا ده اللي هي الانجولار فيلوستي، بتساوي 2 باي على تي. يبقى انت لو معاك الطول الموجي اقدر احسب الكي، لو معاك الزمن الدوري اقدر احسب الاوميجا، لو انا معايا اكس وتي اقدر احسب قيمة الايتا عند اي فتره زمنيه لاي مسافه. يبقى ايتا هو ارتفاع سطح التموج عند اي فتره زمنيه. طيب الامبليتيتيود زي ما قلنا هو ارتفاع قمه او انخفاض قاع، ويساوي اتل على الاثنين. طيب الويف هايت، المسافه الراسيه بين قمه وقاع متتاليين زي ما وضحت في السلايد اللي فات. طيب الويف لينس، المسافه الافقيه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. الويف نمبر ده مهم، وانا قلت لك لازم تحفظ لي القانون بتاعه اللي هو بيساوي 2 باي على ال. الانجولار فيلوستي ده اللي هي سرعه الزاويه بتاع الموجه، بتساوي 2 باي على تي. دي كده اسمها خصائص بدائيه. لسه في خصائص؟ اه في خصائص كتير جدا. تي، وده مهم جدا يا جماعه، الزمن الدوري هو عباره عن الفتره الزمنيه بين مرور قمتين او قاعين بنقطه ثابته. يعني ايه يا باشمهندس؟ لو قلت دي النقطة الثابتة، تمام؟ دي أول قمة مرة يا جماعة، ودي تاني قمة مرة يا جماعة، اللي هي لو أنت جيت ترسمها هتبقى عاملة إزاي؟ القمة دي مرت بالنقطة دي، والقمة دي مرت بالنقطة دي. بيقول لك المسافة أو الفترة الزمنية بين مرور القمتين دول بنفس النقطة دي، هي دي بالنسبه لنا بنسميها الزمن الدوري. طبعا قمتين او قاعين، لان القمه والقاع الكلام اللي بينطبق على القمه بينطبق على القاع، لان احنا شغالين في اللينير ويفز. تمام باشمهندس؟ ايه هي الاكس والتي بيتقاسوا من اول فين؟ من اول ثواني يا سلمى اقول لك، من اول المحور اللي كنت راسمه يا سلمى، اللي هو من اول قمه الموجه ولا من اول مش قمه الموجه؟ انت بص
هرجع بس هرجع. شفت المحور اللي انا رسمه ده؟ ده بينطبق عند اول، يعني انت ممكن ترسمه هنا ممكن تكتبه هنا، هي تفرق معاك في حاجه؟ انا قصدي علشان لما يبقى الاكس بصفر هبقى انا عند قمه ولا انا هبقى عند قاع ولا انا هبقى عند صفر؟ اه يبقى انا هنا، لا انا عند قمه ولا انا عند قاع يا سلمي. اه تمام، اللي عند الصفر يعني، عند الصفر عند النقطه دي، فلا انا عند قمه ولا انا عند قاع. هي مش باين عندي بس عشان الصوره متاخره. هو النت عندي وحش ولا النت عندك انت الوحش؟ لا انا عندي كويس. يبقى النت عندك انت وحش، النت عندك كويس. انت سامعني حلو اهو، يعني لو النت عندي وحش هتسمعني حلو ليه؟ عند سلم هي بتظهر عندنا حلو. عندكم حلو؟ اما بقول يا عم ربيع عيل كده، هو بيلبسها وخلاص يقول لك النت عندك اه حاجه كده، يقعد يقول كلام ملوش لازمه. انا بفكر اصلا اطرده بره السكشن. ايه يا عم ليه؟ ليه؟ عشان الشتات بس الله يكرمك. لا بطرده هو مش هتردك انت ربيع، ده انت حبيبي. ولا هو اللي عشان الشتات، فهمت شويه لصوص، يعني هو بيحل الشتات وانتوا بتنقلوا منه. اخونا برضو اخونا ده انا هنفخكم كلكم ان شاء الله اخواتي. كمل بقى نكمل. تمام، يبقى الزمن الدوري هو الفتره الزمنيه لمرور قمتين او قاعين بنفس النقطه زي ما شرحت كده. التردد دايما يا جماعه بيبقى هو عباره عن مقلوب الزمن الدوري، يعني الاف بيساوي 31، ده دايما مش حوار وما بيتطلبش على فكره. ده اللي مهم جدا بالنسبه لي، الويف سيلريتي، وساعات بيسموها الويف فيلوستي، بس هي دايما هتقال لك سيلريتي، الاثنين بنفس المعنى اللي هي سرعه الموجه. بيقول لك سرعه الموجه المسافه، سرعه الموجه اللي بتتحركها ما بين للمرور بقمتين او قاعين متتاليتين. يعني ايه؟ مش فاهم يا باشمهندس. من الاخر كده، الموجه لما جت تتحرك في القمة الأولانية والقمة الثانية اتحركت بسرعة معينة، المسافة اللي قطعتها الموجة ما بين النقطتين دول يا جماعة هي عبارة عن إيه؟ المسافة دي عبارة عن إيه؟ طول الموجي. طول الموجي، صح ولا مش صح؟ طيب والزمن اللي قطعته الموجة عبارة عن إيه؟ زمن دوري. يبقى السي بتساوي إيه؟ طول الموجي على الزمن الدوري. اللي على تي، طول الموجة على الزمن الدوري. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تاني ولا ايه؟ يبقى المسافه اللي قطعتها الموجه عشان تمر بالقمتين هي ال، والزمن اللي خدته الموجه عشان تمر بالقمتين هي تي. يبقى السيلاريتي عموما يا هندسه بتساوي ال على تي. تمام؟ يعني في اي مكان في المجرى المائي لو انت معاك الطول الموجي ومعاك الزمن الدوري انت تقدر تقول ان ال على تي بيديني سرعه الموجه. تمام؟ طيب الاستبنس اللي انا اتكلمت عليه من شويه اللي هو بيساوي اتش على ال، طيب الريليتيف ديبس بيساوي الدي على ال، طيب الجروف فيلوستي ده مهم جدا. والله يا باشمهندس الويف سيلاريتي اللي انت كنت بتتكلم عليه ده بيمثل لي تاثير سرعه موجه واحده نظريه. طيب لو انا قلت لك عندي شويه موجات بيحاولوا يلعبوا كده وبيتحركوا مع بعض في لو انت بتصيف كده وموجود في مرسى مطروح، لان انا بحب مرسى مطروح، تفتكر انت بيجي لك موجه فرديه ولا عده موجات جنب بعض؟ يجي لك موجه واحده، يجي لك اكتر من موجه مع بعض. يعني اللي انا اقصده ان انت بص ركز معايا عشان بس تبقى فاهم كلامي، ادي موجه فرديه وادي موجه فرديه وادي موجه فرديه، على طول البحر بقى بيبقى ايه؟ ده عامل خط مستقيم كده، البحر كله متاثر بالامواج، فتاثير الموجات دي كلها مع بعض او الامواج دي مع بعض بيسموها حاجه الجروب فيلوستي، الجروب افكت. طيب انا عايز احسب سرعه الموجات دي كلها. يقول لك ان السي جروب بتساوي ان في سي. طيب السي دي اللي هي سرعه الموجه الواحده، الان ده معامل بيسموه الويف نمبر، الويف نمبر اللي هو ده، اقول لك اسمه ويف جروب، نمبر اوف جروب، عشان بس نفرق ما بين الويف نمبر، نمبر اوف جروب اللي هو عدد المجموع. يبقى السي جروب بتساوي ان في سي، ان ده معامل بيعتمد على عدد الموجات، والسي اللي هي الويف سيلرتي يعني سرعه الموجه النظريه الواحده.
طيب الان هندسه ان ده بيساوي كام؟ اصبر لان انا الان ده بيساوي كام؟ هجري بس شويه وارجع له تاني. لكن الان ده ليه قانون بيتحسب منه اصلا؟ فين القانون بتاعه؟ اهو يا جماعه ناخده بس من هنا معلش. تمام ادي قانون ال ان يا جماعه اتمنى يكون واضح. يعني ال ان بتساوي نص 1 زائد 2 كي على دي على ساين اللي هي هايبر وساين 2 كي دي. فانا عشان كده قلت لك اهم حاجه دايما بتظهر لنا هو معامل حاجه اسمها الويف نمبر الكي. هتلاقيه موجود في اي طينه كل لما تيجي تحل مساله تلاقيه ظاهر لك. فالكده معامل مهم جدا بالنسبه لنا اللي هو بيساوي 2 باي على ال الدي اللي هو الدبس الساين بتيجي منها الحاسبه اللي هي هايبر وساين. طيب الان دي ليها رقم ثابت؟ اه ليها رقم ثابت في بعض الاماكن وهنعرف ده لما نوصل للحته دي من السكشن ان شاء الله. تمام يبقى الجروب فيلوستي بيتكلم على سرعه اكتر بالموجه شغاله مع بعض والان ده اللي هو المعامل بتاع عدد الموجات. اخر حاجه بالنسبه للكاركترستيك اللي هي الخصائص حاجه اسمها الويف انرجي اللي هي طاقه الموجه بتساوي تمن رو جي اتش لتربيع. واكتب ملحوظه عندك مهمه جدا الرو جي بتمثل لي جاما وبنعوض عنها ب 1.025. الرو جي بتمثل لي جاما وبنعوض عنها ب 1.025 عشان 90% منكم في الامتحان بيعوض عن الرو ب 1.025. يبقى الرو جي كلها 1.025 اللي قلت اللي هو ارتفاع الموجه. طيب بالنسبه للفلوكس اللي هي قدره الموجه ولكن البي قدره الموجه بتساوي الاي في السي جروب. الاي اللي انت لسه حاسبها السي جروب اللي انت حسبتها برضو اللي هي جروب فيلوسيتي او جروب سيلريتي تقدر تحسب قدره الموجه اللي هي بتتحرك بيها. لحد ما انا واقف هنا في مشكله عند حد؟ بس معلش ممكن ارجع للقانون الثاني بتاع ارتفاع سطح التموج. سطح التموج مين اللي بيتكلم سلمي ولا مين؟ انا سلمي. يا سلمي وانا لما جيت اعوض هنا على الاكس بصفر والتي بصفر فانا طلعت كده كوزين صفر هو هيبقى واحد يبقى ارتفاع سطح التموج. ايه انت بتساوي ليه؟ يعني انا بدايه انا بدايه استنى كوزين صفر بواحد؟ ولا ايه؟ ولا بصفر؟ لا بواحد متذكر. متاكد؟ ده بحسبها بالله الحاسبه. هو لو انت كلامك لو واحد مش مهندس بواحد يبقى هنبدا هنا يا سلمي يبقى انت كلامك مظبوط. يبقى البدايه عندنا هنغيرها بس اصبر كده. يبقى احنا هنبدا من هنا ده اللي تقصده صح؟ بالظبط. ايوه لو كده لو هي كوزين صفر واحد يبقى هي كده بس قانون كوزين. قانون كوزين ماشي. يبقى انت كلامك صح. يبقى انا هبدا من عند القمه مش هبدا من عند النقطه دي. هي لو كانت هبدا من هنا يبقى ساين. ما هو ده شكل الداله بتاع الكوزين اللي خدناه في الفيزياء. ما هو نفس الداله بتاع الكوزين هي الساين يا ابني. لا مش زيها مش نفس البدايه. لا ما هو البدايه ما انا فاهم بقول لك هي شكل الداله. ايوه صح الواد ده بيتكلم صح ان بدايه ساين هنا دي كده بدايه ساين صح ولا مش صح؟ ودي بدايه كوزاين فالداله دي كوزاين يبقى مظبوط يا سلمي كلامك صح. لو انا عايز القانون ده ينطبق عليه اللي هو القانون اللي كنت بتكلم فيه يبقى ده نقطه لاس. يبقى انا اعوض عن القانون ده بساين مش كوزاين اللي هي الايتا. يعني انا كده كوزاين دي ساين ساين او كوزاين هندسه ايه؟ اقدر استخدم ساين او كوزاين على حسب انا هبدا منين. ايوه على حسب المكان اللي هتبدا منه. تمام إيه كوزاين وساين الاثنين بتمشي. القانون ده ماشي على الاثنين اصلا لان القانون ده بيتكلم على ارتفاع سطح الموجه عند اي فتره زمنيه والداله دي بتتبع الاثنين. يعني هي بتتبع الساين والكوزاين بس نقطه البدايه فين هي دي اللي بتفرق. طب هي نقطه البدايه دي كده او المحور لو انت بادئ من الحته دي يا محمد مين الواد العدلي اللي بيتكلم لو انت بادئ من النقطه دي عدلي
يبقى ساين، لو انت لابد من النقطه دي بقى كوزاين. ماشي، المحور ده كده ثابت عند اي نقطه بقى اللي هو اللي هو المحور الثاني ثابت يعني. أيوة، اي نقطه باسم من المحور ده. تمام ثبته هو كده كده اصلا. لما تيجي تبدا يعني مثلا لو انت عايز تجيب سطح التموج، ادي الموجه دي انتهت اهي. لو انت عايز تجيب سطح التموج عند الموجه دي هتبدا بقى محور جديد وهكذا، انت فاهم يعني. الخط ده تقدر تنقله زي ما انت عايز، لان خد بالك هو ايتا بيمثل ارتفاع التموج سواء كان فوق او تحت. فانت تاخد بالك لو فوق هتعوض بموجه، تحت هتعوض بسالب، ده اللي هتبقى يفرق معاك. انا عشان كده قلت لك ده ما بقاش مطلوب دايما، لان انت ايه الفكره وايه الاستفاده ان انا اقول لك احسب لي ارتفاع موجه عند مسافه 5 وزمن 3، مش هتفرق معايا في حاجه ومش هتاثر عندي في الديزاين. فعشان كده الدكتور اصلا هتلاقيه ما بيحسبهاش. على فكره حاجات كتير الدكتور لغاها عليكم، هقول لكم الحاجات اللي اتلغت عليكم النهارده يعني، بما ان يعني ان سيكشن القرار حاجات كتير جدا اتلغت عليكم في الموضوع ده. نرجع لموضوعنا بقى. يبقى خلاص هنعوض بكوزاين لو هنعوض عند القمه، وهنعوض بساين لو هنعوض عند نقطه الاصل زي ما كنت عاملها في الاول. تمام لحد خلاص خلصنا من حوار سلمي. حد عنده مشكله في الجزء ده يا جماعه؟ لحد ما انا واقف هنا محدش عنده مشكله، الدنيا كلها تمام يعني. هو لو ينفع بس تحط لنا الواحد بوينت 2.5 دي هنا كده في البي دي اف ولا حاجه. ماشي هحط، انا كاتبها كده كده محمد يا ربيع تحت، هتلاقيها واضحه تحت في المساء. عشان بس ايه بتكلم عموما، لو مفيش حاجه واضحه حد عرفوني، لكن هي انت اكتبها كده دلوقتي بوينت 1.025 عشان تاخد بالك بس. تمام نبدا بقى. خلاص يا باشمهندس احنا كده اتكلمنا عن خصائص الموجه بوجه عام. لو انا جيت اقول لك بقى خصائص الموجه او تاثير حاجه اسمها العمق على الموجه بيظهر ازاي؟ بقول لك عشان تقسم الموجه طبقا لحاجه اسمها الريليتيف ديبس، يعني دي على ايه؟ بيظهر لي ثلاث مناطق في الميه. ده اللي قدامك ده كده خط القاع بتاع الشاطئ. انا بس كده اما نعلم بالبرزنتيشن اهو يا جماعه، الخط ده خط القاع بتاع الميه. تفتكر يا جماعه لو انا مثلا قلت لك ارتفاع اللي هو العمق بتاع القاع 100 متر، تفتكر لو انا قلت لك عمق القاع كان 500 وعمق القاع 50 هيبقى نفس التاثير ولا هيتغير؟ على حسب نوع الموجة. الموجة اللينير الايري ويفز يا سيدي. مش هتفرق. متأكد يعني؟ طب تعالى نشوف هتفرق ولا مش هتفرق ونوضح للناس. بقول لك لو انا جيت ادرس تأثير العمق على نوع الموجة بيظهر لي ثلاث مناطق في الشط. حاجه اسمها الديب ووتر، وحاجه اسمها الترانزيشن ووتر، وحاجه اسمها الشالو ووتر. بيقول لك ان ايه الفرق بينهم يا جماعه؟ الديب ووتر ما بيبقاش فيه اي تاثير لرد فعل القاع على شكل الموجه من فوق، فالموجه بتاخد الشكل الدائري اللي قدامك ده. طيب لما يبدا العمق يقل، بيقول لك ان الموجه لما بتبدا تتحرك بتبقى ليها تاثير لرد فعل القاع. طيب تأثير رد فعل القاع ده بيعمل ايه؟ بيقولك بيحولها لك من الشكل الدائري وتاخد شكل الوبسويد منتظم فوق وتحت. طيب لما توصل لمنطقة الشال ووتر بيقولك ان الجزء الاول بيبقى زي الترانزيشن بالظبط. طيب ايه اللي بيحصل في الترانزيشن في الشال ووتر؟ الموجة بتفقد طاقة كبيرة جدا. ليه؟ بيحصل ارتفاع مفاجئ للموجة. لما يحصل ارتفاع مفاجئ للموجة ايه اللي يحصل في الانرجي؟ تزيد ولا تقل؟ ايه اللي يحصل في القدره في طاقه الموجه يا ابني؟ تزيد ولا تقل؟ هتقل ايه؟ يا اللي تنشك في بطنك، القانون بيقول توم نروج يتلي تربيع. هي مش نطت، خدت نطه لفوق. ما هو خدت نطه لفوق، انت فاكر بتنط الحبل. فلما لقيتلي تزيد يا جماعه
القدره طاقه الموجه بتزيد. طب ركز معايا، الموجه ماشيه بطاقه 20 فجاه وصلت ل 80، تفتكر ده هيبقى وضع طبيعي للموجه ولا هيحصل مشكله؟ تخيل انت كده بتجري بسرعه 20 متر في الساعه وفجاه قمت دايس 80 متر في الساعه، هيبقى عادي ولا هيبقى في مشكله؟ في مشكله. المشكله بقى يا جماعه ان الموجه ما بتقدرش تتحمل الزياده الكبيره اللي حصلت دي فبتتكسر، فبتظهر لك على الشط اللي هو الشكل اللي انت شايفه ده، اللي هو تبدا تظهر لك على الشاطئ اللي هو يحصل ارتفاع مفاجئ، بعد كده الموجه بتتشتت على الشط زي ما انت بتبقى موجود في المصيف وبتلاقي الموجه جايه لك لحد عندك. تاني اه يا هندسه معلش تاني الحته دي، في الديب ووتر ما يبقاش في تاثير للقاع، كل ما بقرب من الشط تاثير القاع بيزيد، تاثير القاع في الترانزيشن بيأثر على شكل الموجه، بيحولها لي من شكل دائري لشكل اليبسويد، بس خد بالك لسه الموجه متزن، لما بتقرب جدا من القاع بيبقى تاثير رد فعل القاع كبير جدا، فبيحصل لي ارتفاع كبير في الموجه، بتزيد اللي هو ارتفاع الموجه بيزيد زياده كبيره جدا، فلما تزيد زياده كبيره الطاقه بتاعتها تتحول من رقم صغير لرقم كبير، فالموجه ما تستحملش فتتكسر، لما تتكسر تتشتت على الشط زي ما انت شايف كده. طبعا انا عايز بقى اللي يروح المصيف السنه دي بدل ما يستمتع يدرس لي الموجه، يقول لي الموجه اتكسرت هنا يا باشمهندس، لان انا شفت الموجه وهي بتتكسر هنا، هعرفكم ازاي حسابات التكسر والكلام ده بعدين، بس انا يهمني الكونسبت يبقى عندك دلوقتي. طيب الفرق يا باشمهندس ما بين الديب ووتر والترانزيشن والشالو، قيمه الدي على ال اللي هي الريليتيف ديبس اللي انا قلت لك على اساسها اصلا بقسم الميه لثلاث مناطق، بيقول لك لو الدي على ال ال نوت، وركز معايا، الدي على ال نوت نص يبقى انا واقف عند الخط ده، لو اكبر من نص يبقى انا ديب ووتر، لو اقل من نص يبقى انا يا ترانزيشن يا شالو. طيب الفرق ما بين الترانزيشن والشالو، بيقول لك ان الدي على ال ال تكون اقل من 1 على 20 اللي هي 5 من 100. تاني ولا وضحت؟ لا تمام. يبقى انت عندك لو الدي على ال اكبر من نص يبقى ديب ووتر، اقل من نص يا ترانزيشن يا شالو. طيب عشان افرق بين الترانزيشن والشالو تبقى الدي على ال اقل من 1 على 20 او 1.5 من 100 عشان يبقى انا في الشالو، المنطقه اللي بيحصل فيها التكسر. اللي قدامك ده هو عباره عن خط القاع، وده خط الميه، ودي الموجه. بص الموجه اللي بيحصل لها، ركز معايا كده، ايه اللي حصل في الموجه؟ ماشيه دائريه، بدات تتحول تبقى اليبسويد، والايه والطول الموجي بتاعها ايه اللي بيحصل فيه؟ ركز يا ابني، ادي الموجه، ايه اللي بيحصل ده كده في الديب ووتر؟ الطول الموجي بتاعي كبير، ايه اللي بيحصل بقى لما بدخل في الشالو ووتر اللي هي الترانزيشن والشالو؟ يبدا يقل. طيب لما ادخل في الترانزيشن في الشالو ووتر يقل لحد ما اوصل لمنطقه بتطلعنا بره بقى اللي هي التكسر. يبقى تاني ادي الموجه في المياه العميقه بدات تدخل في الشالو ووتر في الترانزيشن الاول اهي، بعد كده بدات تاني تدخل في الشالو ووتر اهي لحد ما توصل لمنطقه التكسر. لو انا جيت اقسم، ادي الدي على ال نوت بتساوي نص، وادي الدي على ال بتساوي 5 من 100 الاولاني، وادي الشكل بتاع اللي هو الخط ده بتاع التكسر، الجزء الاولاني ده ديب ووتر، الجزء الثاني ترانزيشن ووتر، الجزء الثالث شالو ووتر، واخر جزء اللي هو بنعتبره بريكنج ويفز، منطقه تكسر الموجه. مش مهندس، ما هو كده الرسمه اللي كانت قبل دي يبقى فيها غلط بقى. لا نفس الرسمه يا محمد، بس انا قسمت الشالو ووتر لحاجتين. انا فاهم، لا انا مش قصدي في الكلام، قصدي في الرسمه نفسها بتاعت شكل حركه الجزيئات، يعني الجزء لا اللي لفه ده المفروض يتعكس. لا نفسها هو اتحط كان الطول الموجي هو اللي ثابت. هقرب لك الرسمه، بص ما هو كده نص القطر اللي فوق دوت بتاع الاليبس صغر بقى اقل، فده معناه ان الاتش اللي قلت،
هو المفروض العكس يعني ال هي اللي بتقل يعني المفروض الاليبس ده يتقلب كده لفوق ال الكلام ده لسه ما قلتوش بس هقوله لك ال ال بتقل ال اتش هي بتزيد يا بتقل وانا مش هقول لك بتزيد ولا بتقل دلوقتي لان ده حاجه اسمها تاثير القاع على خصائص الموجه طبقا للاتش ده هيبقى درس كمان سيكل لنا محمد هندرس حاجه اسمها الشولينج وتاثير القاع على ارتفاع الموجه ده ما اتكلمتش على ارتفاع الموجه بتكلم على شكل الجزيئات تمام ماشي اللاما اللي انت بتقول عليه ده ما نستعجلوش ده جاي كمان سيكلين السيكلين الجاي اللي بعده هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل الممل ان شاء الله تمام تمام انا بس يهمني انك تعرف ان الشكل بيتغير كده دول الثلاث مناطق بتوعي تعال نتكلم عن منطقه منطقه وخصائص الموجه في منطقه منطقه اول منطقه نتكلم عليها يا جماعه هي منطقه الديب ووتر خدت بالك لو انا خدت بالك ده ادي دائره يا محمد الابسويد اهو بدا الابسويد يقل شويه تعال نتكلم عن منطقه الديب ووتر بيقول لك ايه هي خصائص الديب ووتر بيقول لك خصائص الديب ووتر اللي هي خصائص الموجه في الديب ووتر ان اول حاجه الجزيئات بتاع الميه بتتحرك في مسار دائري تاني حاجة مفيش أي تأثير للقاع على شكل الموجة وده اللي أنا كنت بتكلم فيه في الديب ووتر الموجة ما بتتأثرش بالقاع مفيش رد فعل للقاع عشان كده أصلا هي بقت دائرية لو دخل تأثير رد فعل القاع على الموجة هتتحول من دائري للإبسويد بيقول لي من الخصائص كمان اللي أنت لازم تبقى عارفها إن الموجة بتتحرك في خطوط مستقيمة طول الموجة وارتفاع الموجة والزمن الدوري ده كله ثابت في الديب ووتر يعني طول ما أنا هنا الطول ثابت والارتفاع ثابت والتي ثابت طيب تفتكر ليه الثلاثه ثابتين نفس الكلام لان القاع ما دخلش تاثيره الموجه اصلا مش شايفه ان في قاع الموجه بتتحرك بسلاسه جدا وما فيش اي تاثير للقاع في منطقه بتاع الديب ووتر ما بيحصلش انتقال لكتله الميه يعني ايه ما بيحصلش انتقال لكتله الميه يعني الجزيء بيتحرك حركه دائريه في مكان وهنعرف ده في السلايد الجاي ده الشكل بتاعك اهو نفس اللي انا عملته المره اللي فاتت بالظبط ده الجزء بتاع الديب ووتر اللي انا معلم عليه ده اللي انا كنت بتكلم عليه اللي ما فيش اي تاثير للخطوط المستقيمه ما فيش اي تاثير اسف للقاع ان حركه الجزيئات زي ما انت شايف بتبقى تقريبا شبه دائريه طبعا الجزيء عمال بيقل كل ما بقرب من القاع ليه لان بيدخل تاثير العمق سنه بسيطه حاجات بسيطه طبعا لان كل ما بقرب من القاع تاثير العمق بيدخل بحاجات بسيطه لكن عموما زي الرسمه اللي فاتت دي يا جماعه القاع تقريبا هو ده الخط اللي بقول لك عليه اللي هو دي بتساوي ال على 2 القاع تقريبا ملوش اي تاثير طيب هندسه انت قلت لي ان الجزيء بيتحرك حركه دائريه يعني ايه بيتحرك حركه دائريه في مكانه ركز معايا بقى لان ده مهم الكلام ده تعرفه كنظري ما بيجيش كمسائل حركه الجزيء حركه دائريه في موضعه يعني ايه يعني جزيء الميه ده يا باشا اللي هو الجزيء ده عمال يتحرك في مساره كده ما بين قمه وقاع طيب مفروض يكون لي ايه قمه وقاع يعني انت المفروض تقول لي ايه الاي بتاعه كام اللي هو القطر بتاعه كام والبي بتاعه كام اللي هو القطر بتاعه كام طيب يا هندسه ما هو ده دائري يبقى طبيعي انك تقول لي ان الاي بتساوي البي بتساوي اتش على الاثنين في 2 باي زد على ال ركز بقى الله يبارك لك بيقول لك ايه ده القانون ده خاص انك تحسب لي قيمه الاي والبي عند الاعماق المختلفه للميه على القاع غير بعد ما انزل شويه وهكذا بعد اذنكم يا جماعه حد يضيف محمد حمدي حد ضافه حد يضيف محمد حمدي يا جماعه فزي ما قلت لك انا كل ما بنزل من سطح الميه ده مفروض ان قطر الجزيء عمال بيقل وده اللي بيظهر تاثير الزد تاثير ارتفاع طبعا لو انا جيت بقى لو انا كان الكلام ده بيتشرح السنه اللي قبل اللي فاتت كنت اقول لك ان الزد دي بتعوض عنها بالسالب وان كل ما بتقل كل ما بتنزل تحت كل ما القطر بيقل يعني هتلاقي الاي والبي عماله بتقل لحد ما بوصل لهنا تقريبا قريب من القاع بتوصل لصفر بس انت بس عايز الجزء ده كنظري ان حركه الجزيء في اتجاه دائري وان القطرين 2 اي و2 بي
وان الـ A بتساوي الـ B بتساوي القانون ده. طبعا ده هعرفكم ازاي تجيبوه من الجداول كمان، مش عايزكم تحفظوه، انا مش عايزكم تحفظوا اي قوانين في الماده، انا هخليكم تدخلوا الجداول وتجيبوا كل حاجه. مش المفروض الزيت ده يا باشمهندس يتقاس من تحت؟ بتقاس من فوق بس بالسالب. ما هي بالسالب عمرها ما هتبقى بصفر. يعني ايه مش بالسالب؟ يعني ايه مش هتبقى بصفر؟ يعني لو انا بقيسها من فوق. لا لا لما ابقى حبيبي، السالب ده، السالب ده هو مجرد تاثير للارتفاع عشان تقول ان انا بنزل مش اكتر، اشاره بس. يعني انا عند سطح الميه، عند سطح ان انا بنزل، عند سطح الميه فوق، سطح الميه الثابت ده سطح الميه. ال A بتساوي ال B بتساوي صفر. ال A بتساوي ال B مش بتساوي صفر. ليه ما الزد دي هنا بتساوي صفر طالما هنقيس من فوق؟ 2 باي زد على ال. اصبر الزد هنا هتساوي الدي، 2 باي دي على ال. لا لا الزد كلامك صح، يعني مش صح، الزد بتتقاس من تحت من هنا يعني كده العكس برضه. هتأكد لكم هنا الزد بتتقاس من تحت، لان لما هوصل للقاع، لما هوصل للجزء اللي فوق ده هيبقى الزد بتساوي الدي. مظبوط كلامك صح، يبقى الزد يا جماعه بتتقاس من تحت، بس برضه هتاكد لك دي من المحاضره لان الدكتور قايسها من فوق. خد بالك الجزء ده معلوش مسائل، عشان كده انا اخدته من المحاضره زي ما هو، بس هشوفه في المحاضره اتاكد لك منها. تمام يا باشمهندس، لان كلامك منطقي اكتر من كلامي، لكن هو ده كده الدكتور قايس من فوق في المحاضره، فانا هسال الدكتور في الحته دي لان اكيد الكلام غلط، يبقى المفروض اقيسه من تحت، لان كده كل ما الزد من تحت بيزيد لحد ما اوصل للدي. بس زي ما قلت لك انت اللي يهمك من الجزء ده النظري، مش عايز منك اي مسائل. الجزء ده مش عليك مسائل منه يا جماعه، الكلام ده ملغي في المسائل. تمام، بعد كده نروح لخصائص الموجه في المياه الانتقاليه. بيقول لك ان الموجه لما بتوصل من الديب ووتر للترانزيشن اللي بيتحرك بيبدا يتاثر فيها، بيقول لك ان القاع بيبدا يدخل تاثيره. لما القاع يبدا يدخل تاثيره بيتحول الحركه الدائريه لحركه اليبسويد. تمام، طيب لما يبدا يتحرك الحركه الاليبسويد، بيقول لك اول حاجه يبقى تقول لي كده جزيئات المياه بتتحرك قطع ناقص، تاثير القاع بيدخل في الاعتبار. نفس الكلام ما بيحصلش انتقال لكتله المياه، بس تاخد بالك انك طول ما انت ماشي في الترانزيشن ووتر الدي عماله بتقل والال عماله بتقل والسي بتقل والتي ثابت. يبقى تاني الدي بتقل، عمق المياه بتقل، عمق قاع المياه يعني، والال بتقل اللي هو الطول الموجي، والسي بتقل لان السي بتساوي ال على تي والتي ثابت. الزمن الدوري، وده كلام يعني مثبت دايما بالنسبه لللينير ويفز، يعتبر ثابت في كل المناطق في الديب والترانزيشن والشالو. التي الحاجه الوحيده اللي ثابته، الال بتتغير والاتش بتتغير والسي بتتغير. هو ازاي التي ثابت يا هندسه؟ التي ثابت للموجه الواحده، هي مش الموجه الواحده لان الال اتغيرت. طيب بص ما ال اللي اتغيرت ومفروض ان السرعه هي اتغيرت. التي معناه ايه؟ الزمن. ليه؟ من قمه لقمه. تمام، القمه والقمه، السي اتغيرت وال اللي اتغيرت فبتحافظ على من نفسها بالنسبه للموجه الواحده. يعني بص انت هنا السرعه نقول مثلا بطيئه 20 متر على الثانيه. ماشي، السرعة هنا اللي حصل لها؟ هنا زاد 10 متر على الثانية مثلا. هنا تقل؟ بتقل السرعة، بتقل. السي بتقل. هو مش انت قلت ان هنا ارتفاعها هيزيد وهي كمان سرعتها هتزيد؟ انا قلت ارتفاع، قلت الجزء الاولاني بس اللي السرعة هتزيد هنا. تمام، انما ده كله السرعة بتقل. لا ما ينفعش السرعة هنا تزيد. تمام، ما حصل الجزء كده. الوحيد اللي هيبقى unexpected بالنسبة لنا هو الجزء الأولاني اللي هو البريكنج ويفز ده. تمام، إنما هنا دايما والكلام ده ثابت، ال L هتقل والسي هتقل والإتش متغيرة، مش هقول لك بتزيد ولا بتقل لأن في أحيانا هتزيد وأحيانا هتقل. تمام، إنما الجزء الأولاني ده الجزء دايما unexpected لأن ده اللي بيحصل فيه تكسر الموجة. تكسر الموجة السرعة دايما بتزيد لأن الموجة بتتشتت بسرعة. تمام؟ تمام كده نكمل.
في حد كان لازم يقول لي يعني انت كل كتلة المية. يعني انت كل كتلة المية. يعني الجزيء بيتحرك من مكانه. الله ينور عليك. امتى الجزيء يتحرك من مكانه في الشكل اللي قدامك ده؟ لما يتشتت. بالظبط لما يتشتت. عشان كده يا جماعة انتقال كتلة المية ما بتحصلش غير في حالة واحدة. في الشالو ووتر بعد البريكينج. الكلام ده مهم. يبقى انت بتقول انتقال كتلة المية تحصل امتى؟ حالة واحدة. ايه انه بعد البريكينج في الشالو ووتر. اهي. اللي هي خصائص الشالو ووتر. تعال اول نتكلم على الخصائص الموجة في المياه الانتقالية. اللي قدامك ده. ايه بقى حركة الجزيء في اتجاه الابسويد. ادي الاتجاهين الاي والبي. الاي طبعا ما بيساويش البي لان ده الابسويد. وادي قانون الاي وادي قانون البي. وهتلاقي دايما الكي ظهر لك في المساله. تمام. نروح للجزء المهم قوي بالنسبه لي اللي هو جزء بتاع المياه الضحله. اول حاجه بيقول لك يزداد تاثير القاع تدريجيا على حركه جزيئات الميه. يبقى انت عندك القاع تاثيره ظهر. امتى سرعه الجزيئات بيقول لك ايه؟ حتى تزيد سرعه الجزيئه عن سرعه شكل الموجه. اللي هو ده بيحصل امتى؟ بيحصل في المنطقه اللي بيحصل عندها بريكنج اللي هو اللي احنا بنسميه انفلات. اول ما يحصل ان سرعه الجزيء اكبر من سرعه شكل الموجه بيحصل انفلات وبالتالي يحصل تكسر للموجه اللي هو بنسميه عمق التكسر او البريكنج ويفز. انا ممكن املك الكلام بتاعه اللي هو الاتل على الال بس انا مش عايز ادخل في التفاصيل دي لان ده كده اشرحه بعدين. بيبقى عند 78%. الدي على الاتل الاتل على الدي تقريبا 78%. ابقى اجيب القانون بتاعها يعني كده كده هناخده بعدين في اللي هو البريكنج بالتفصيل الممل. لكن انا عايزك تبقى فاهم الكونسبت بس دلوقتي. يبقى الموجه بتتحرك هنا عادي جدا في الجزء ده السي بتقل والال بتقل. اول ما تدخل عند البريكنج بيحصل تشتت للميه السرعه بتزيد وبيحصل انتقال لكتله الميه. انتقال كتله الميه ده يا جماعه ده اللي بنسميه التيارات المائيه او الكرنتس. انتقال كتلة المية ده اللي بنسميه التيارات المائية أو الكارنز. لحد ما أنا واقف هنا حد عنده مشكلة؟ أنا عندي مشكلة. أوه. القانون بتاع الـ A بيساوي الـ B بيساوي الـ H على 2 في الـ 2 باي على في الـ Z على L. لا القانون ده أنا هرجعه لكم بقى لأن أنا أخدته من الدكتور زي ما هو. مش صح يعني المفروض إن ما تبقاش فيه أو فيه حاجة غلط أساسا. القانون ذات نفسه مكتوب غلط مش مكان الـ Z كمان. انا وقت كده من المحاضره سلمي وما بصيتش على فكره عليه لان الجزء ده زي ما قلت لك الدكتور قال لي المطلوب منه نظري بس فهشوفه وارد عليكم المره الجايه بخصوص ده بخصوص الدائري كمان الاثنين. تمام. يعني الاثنين دول ارد عليكم المره الجايه اول سيكل ان شاء الله هقول لكم ده صح ولا مش صح والثاني صح ولا مش صح بناء على ايه. لكن ده بقى لما ابص عليهم لان انا خدتهم من المحاضره زي ما هم وما ركزتش في تفاصيلهم اصلا حتى انا الرسمه دي واخدها من المحاضره. تمام جدا. تمام. تعالى نتكلم على خصائص الموجه في المياه العميقه طبقا للخصائص نفسها اللي هي الكاركترستيك اللي هي الجنرال كاركترستيك. اول حاجه وده قانون لازم تحفظه بقى ده اهم حاجه. انا اعرف منين يا جماعه اذا كنت انا في الديب ووتر ولا مش في الديب ووتر؟ ايه المعيار بالنسبه لي؟ دي على ال هندسه. دي على ال. الله ينور عليك. انا عايز اعرف الدي على ال. يبقى انت اول حاجه هندسه انت محتاج تحسب لي قيمه ال ال نوت. ايه ال ال نوت؟ اي حاجه نوت يقصد بيها الديب ووتر. يعني لو قلت لك ال ال نوت يبقى دي الديب ووتر اللي هي ارتفاع الموجه في الديب ووتر. لو قلت لك التي نوت يعني الزمن الدوري في الديب ووتر. لو قلت لك السي نوت يبقى السرعه في الديب ووتر. يبقى اي حاجه في الديب ووتر بندي لها النوت. تمام. فبيقول لك ان ال ال نوت اللي هو الطول الموجي في الديب ووتر بيساوي 1.56 تي تربيع. تمام يا هندسه. الكلام ده لو كانت الوحدات متريه. واكتب الكلام ده لانه مهم. لو كانت الوحدات فيت هيساوي 5.12 من 100 تي تربيع. كلام مهم اكتبه. يبقى ال نوت بتساوي 1.56 تي تربيع لو كانت الوحدات متريه. لو وحده الفيت يبقى 5.12 من 100 تي تربيع. الاتل نوت زي ما قلت لك هتساوي الاتل. يعني الاتل عموما اللي هو ارتفاع الموجه في الديب ووتر هو الاتل نوت. التي بتاع الديب ووتر هي التي نوت. السي اللي بنسميها السي نوت بتساوي ال نوت على التي نوت.
تمام. طيب السي جروب اللي هي الجروب فيلوسيتي بيقول لك بتساوي ان في سي ان بنص لو كانت ديب ووتر، ونجيبها من التيبل لو ما كانتش ديب ووتر. الال نوت 156 تي تربيع، بعمل ايه بعد ما اجيب الال نوت يا جماعه عشان اعرف انا ديب ووتر ولا مش ديب ووتر؟ اروح اجيب ده على الال نوت، الدي بيبقى جيفن. لو لقيت الده على الال نوت اكبر من نص اقوم كاتب له كده اي ام ان ديب ووتر، انا في الديب ووتر، يبقى الال نوت هي ال 156 تي تربيع، والاتل بتاعك هي الاتل نوت، والتي بتاعك هي التي نوت، والسي نوت بتاعك هي الال نوت على التي نوت، والسي جروب ان في سي والان بنص. عشان كده قلت لك ان هتلاقيها بارقام ثابته في منطقتين. اول منطقه لو كانت ديب ووتر بنسميها بنص، بنجيبها من التيبل لو ما كانتش ديب. تمام. بقول لك عموما يا جماعه ان اقدر اقسم الموجه لمنطقتين، منطقه المياه العميقه ودي اللي بتولد فيها الموجه، والمنطقه اللي بعد المياه العميقه اللي هي بنسميها يا ترانزيشن يا شالو. فانا بقول لك ريح دماغك وسميها مياه عميقه ومياه غير عميقه. خصائص الموجة في المياه العميقة زي ما أنا قلت فوق، وخصائص الموجة في المياه الغير عميقة هنجيبها كلها من التيبلز. تاني، يبقى أنا أقدر أقسم الموجات عموما لمنطقتين، مياه عميقة اللي هي الدي على الليل نوت أكبر من نص، ومياه غير عميقة الدي على الليل نوت أقل من نص. لو مياه عميقة يبقى زي ما جبت فوق كده أجيب خصائص الموجة، لو مياه غير عميقة ندخل للتيبلز. تمام؟ أو بيقول لك ده اللي بيشرح الكلام ده، بيقول لك يتم ايجاد خصائص الموجه في المنطقه الغير عميقه عن طريق دخول الجداول بكدلاله القيمه دي على النوت، فهنجيب الدي على ال ونقدر نحسب من خلالها طول الموج والسرعه وبقيه الخصائص. تمام. ادي خصائص الموجه في المياه الغير عميقه، المفروض ان انا احسب ال نوت ده 156 تي تربيع وده دي، وبعد كده اجيب الدي على ال نوت. الدي على ال نوت طلع باي رقم في الدنيا، ادخل احسب الدي على ال من الجداول، الدي جيفن اجيب قيمه ال اللي هو طول الموجي، بعد ما جبت ال اقدر احسب السي بدلاله ال على تي، واقدر احسب السي ده كده السي ده قانون السي لو انت عايز تعوض في القانون العام. طبعا ما يهمنيش القانون العام، انا يهمني ال على تي لان ده الاسهل بالنسبه لي، ده قانون العام يا جماعه. والسي جروب بتساوي ان في سي، والان بتاعك بتساوي نص 1 زائد 2 كي دي، الكي اللي هو الويف نمبر 2 باي على ال، الدي اللي هو عمق المجرى المائي. تقدر تحسب ال N من هنا، اقدر احسب ال C جروب. تمام. الجداول دي والمنحنيات دي هتبقى معاكم ان شاء الله، مفروض لو انتوا استلمتوا كتاب الاسبوع ده هتبقى معاكم يعني. ده دي منطقه الشالو ووتر، وادي القوانين بتاعها، الويف بروفايل، الويف سيلاريتي، اهو بيقول لك ان السي بتساوي السي نوت بتساوي ال على تي، وهنا السي بتساوي ال على تي، وهنا السي بتساوي ال على تي، نفس الكلام اللي قلته. وادي الويف لينس، ال نوت بتساوي الجي تي تربيع على 2 باي، اللي هي هتساوي في الاخر 156 تي تربيع، او هتساوي 512 تي تربيع. وادي الويف. طبعا الكلام بقى اللي انا قلت لك اللي ملغي الجروب فيلوسيتي يا جماعه ده اخرك، عندك الووتر بروفايل بنتكلم على الفيلوسيتي بتاع الجزيء هوريزونتال وفيرتيكال، الاثنين دول ملغيين، هتلاقي الدكتور اتكلم عليهم بسرعه. الاكسلريشن العجله، الاثنين دول ملغيين بالقوانين بتاعهم. الووتر براكتيكال ديسبيسمنت اللي هي الحركه الاي والبي، ده اللي انا كنت لسه جايبه من شويه، اللي انا كنت معديه اصلا، اللي هو الايتا، الاثنين دول ملغيين برضو. فانت اخرك في الجدول اللي هيبقى معاك هو الجروب فيلوسيتي، الباقي كله ملغي مش عليك. تمام. وادي الجدول اللي انا قلت لك بتدخل دي على ال نوت، ادي الدي على ال نوت اهي، بتدخل بجداليه الدي على ال نوت، تجيب الدي على ال اللي انت عايزها، وممكن تجيب الاثنين باي دي على ال كمان، ممكن تجيب الساينش والكوساينش، حاجات كتير جدا ممكن تجيبها من الجدول. الجداول اللي الدكتور احمد هينزلها لكم كمان فيها ميزه، لان فيها الان، الجداول اللي معايا ما فيهاش الان، اللي انا شغال منها الجداول القديم، انما الجداول الدكتور احمد هينزلها لكم السنه دي فيها الان ان شاء الله. لحد ما انا واقف فينا يا جماعه، لان السكشن كده انا ابدا احل مسائل. حد عنده مشكله؟ هو ما بيدوناش المحاضرات ليه يا باشمهندس؟ انا مش بديك السكشن ربيع؟ انا فاهم، انا بتكلم عليهم هم برضه. انا والله العظيم مش راضيين يدوني المحاضرات. ايوه، ما انا فاهم ليه. انا اقسم بالله يا نزل الجدول ولا ايه؟ بقيت محاضرات والله العظيم بهزر، انا والله ما خدتش المحاضرات. باشمهندس
اتفضل يا سلم. هو القانون بتاع السي تربيع بيساوي جي في ال على 2 الباي، القانون ده يعني هستفاد بيه ايه يعني؟ انا ما كده كده بجيب السي هستفيد بيه. لو انا كنت يعني لو احنا كنا بنتكلم في الحل التقليدي ان انا كنت في بعض المسائل كده بقوم مرخم عليك وخليك تدخل جوه القانون غصب عنك لانك ما عندكش الدي، لكن في الطبيعي هيديني الدي اساسا، هيديك الدي اساسا اللي هي المسائل اللي هي اللي اصلا الدكتور قال لي اشرحها لكم. انا مدي لكم اربع افكار لمسائل هتلاقي الدي جيفن، لكن انا عشان كده قلت لك هو مش مهم جدا، انا كتبته بس قال الدكتور ده لكم، لكن هو في الاخر هو مش مهم بالنسبه لي. تمام. لان كمان هو اصلا هتلاقيه في الجداول هنا معطى اهو. كلام عظيم والله. لا قبل ما احل مسائل، حد عنده مشكله؟ حد فهم السكشن؟ طيب حد ما فهمش؟ كله زي الفل يا باشمهندس، اديني زي الفل والله، الله يبارك لك يا رب. تمام، نبدا نحل مسائل مع بعض يا جماعه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف ويف هايت ان ديب ووتر 3.2 من 10 متر. بيقول لك ان ارتفاع الموجه في الديب ووتر كان 3.2 من 10 متر، والزمن الدوري اند تايم بيريود 10 سكند. بيقول لك از ريزلت كنتيجه اوف ويند موست تايمز اوف ذا يير. بيقول لك النتيجه ان الرياح بتمر معظم فصول السنه. بيقول لك كالكوليت، احسب لي اول ويف كاركترستيك، كل خصائص الموجه ايه هو اللي ومحددهم لك. عايز الطول الموجي والهايت والسيلاريتي والجروف فيلوسيتي والانرجي والباور فلوكس ات 200 متر ديب. تمام، يبقى انت عندك عند 200 متر احسب لي اللي فاتوا دول. بيقول لك وعند 20 متر ات 20 متر ديب احسب لي الويف لينس والسيلاريتي والجروف سيلاريتي. خطوات الحل ورقه وقلم مكتب معايا، انا الكلام ده مش كاتبه هنا، ورقه وقلم مكتب معايا عشان اقدر اوصل للكاركترستيك. اول خطوه بحسبها هي ال نوت، يبقى اول واحده بجيب ال نوت. ثاني خطوه بحسب الدي على ال نوت، حاجتين، لو الدي على ال نوت اقل من النص اكبر من النص يبقى انا في الديب ووتر، يبقى كل خصائص الموجات نجيبها بدلاله خصائص قوانين الديب ووتر. لو الدي على ال نوت اقل من النص يبقى انا مش في الديب ووتر، يبقى كل خصائص الموجات هجيبها بدلاله الجدول بدلاله الدي على ال نوت. ادخل اجيب الدي على ال، هجيب الدي على ال، هجيب ال ال منها هجيب السيلاريتي والجروف سيلاريتي. طبعا هنا ما ينفعش يقول لك هات لي الويف هايت. ليه؟ لان الهايت بيختلف من مكان لمكان يا جماعه. يعني الهايت وهنعرف ده السكشن اللي بعد الجاي، ان انا اصلا الهايت ده بيتختلف. هو يعني مساله الميد تيرم، قبل الميد تيرم انا هديك مساله شامله بتضم الباب الاول والثاني والثالث والرابع مع بعض. قبل الميد تيرم هعمل لكم مراجعه كده جميله اديكم المساله دي، لان انا بشك انها بتيجي في الامتحان. تمام، يبقى انت طلع لي البيانات، الاتش بتاعك ب 3.2 من 10 متر، ودي في الدي في الديب ووتر يبقى اتش نوت بتساوي 3.2 من 10 متر. التي اللي هي التي نوت بتساوي 10 سكند. تمام، انت عايز تحسب لي خصائص الموجه عند 200 متر، يبقى اول خطوه اديب 200 متر هات لي ال نوت 1.56 تي تربيع، 1.56 في 10 تربيع تبقى 156 متر. هات لي الدي على ال نوت 200 على 156 اكبر من نص، مش لازم اجيب الرقم، بدل اكبر من نص يبقى انا فين؟ يبقى انا فين يا جماعه؟ في الديب ووتر. الديب ووتر بقى يبقى خصائص الموجه سهله، يبقى ال ال هتساوي ال ال نوت بتساوي 156 متر، ال اتل هتساوي ال اتل نوت هتساوي 3.2 من 10 متر، التي بتساوي التي نوت بتساوي 10 سكند، يبقى السي هتساوي السي نوت بتساوي ايه؟ ال نوت على التي، ال نوت ب 156، التي ب 10، يبقى 156 على 10 ب 15.6 من 10 متر على الثانيه. لو انا عايز اجيب السي جروب ان في سي، بما ان في الدي بوتر فالان تحفظ بنص، يبقى نص في 15.6 ب 7.8 من 10 متر على الثانيه. طيب الايه هندسه بتساوي ايه؟ توم روجي اتش تربيع، هي الربيع اللي انا قلت لك عليه، توم اللي هي 125 من 1000، الروجي ب 1.025، الاتش تربيع ب 3.2 من 10 تربيع، يطلع لك الانرجي ب 1.312 جول. طيب لو انا عايز اجيب الباور فلوكس بيساوي الاي في السي جروب، الاي انت جبتها ب 1.31، والسي جروب
بسبعة وثمانية من عشرة، اضرب الاثنين في بعض يطلع لك ان القدرة بتساوي عشرة وثلاثة وعشرين من مية وات. الكلام ده كله عند كام؟ الدي بتساوي كام؟ 200 متر. طيب تعال ندخل نروح بقى للدي بتساوي 20 متر. مهندس الوحدة بتاعت الجاما هنا هتبقى تنع المتر مكعب؟ جاما؟ في قانون الطاقة. اعتقد الجاما هتبقى تنع يا محمد. 1.25 دي طن. بس دي مية مالحة. تمام. فاهم؟ دي بتساوي 20 متر. اللي هي بتساوي كام؟ نفس الكلام. ما انت حسبها اصلا ب 156. هات لي الدي على اللوك كده. هوبا 12 من 100. يبقى انا فين؟ مش دي بوطه. الجداول اللي انا قلت لكم تصوروها صورتوها؟ اللي هو الجدول في اي وقت في اي ارتفاع؟ الجداول اللي انا قلت لكم تصوروها يا ابني فين؟ معانا معانا مش طلع لي قيمة الدي على اللي نوت ب 12، طلع لي الدي على اللي بكام؟ هجيبها لك دلوقتي. دي على ال 150، دي 150 ولا 100 وكام؟ 152. 152 من ايه؟ من 1000. 158 من 1000. 158 من 1000 مظبوط. يبقى انا دخلت الجدول جبت ايه يا جماعه؟ ركز معايا بدل ما اشتمكم، ركز معايا كده. انا ادي على اللي نوت جبتها ب 12 من 100، ويا ريت ما تنزلوش الجدول السيكشن ده. يبقى التيبل فروم تيبل، يبقى ادي على اللي ب 158 من 1000. انا مديك ايه؟ ادي يبقى 20 على الرقم اللي انت جبته ده يديني ايه؟ ال ال فاسم 20 على 158 من 1000 يطلع ال ال بكام؟ 126.58. ال ال زاد ولا قل؟ الطول الموجي زاد ولا قل؟ كده اكيد قال. يبقى انت كده شغال صح. قال طبعا بدل قال، يبقى انت شغال صح. وخد بالك دي من الحاجات واحنا بنعلم المتر بتعرفني الواد ده فاهم ولا مش فاهم. خد بالك انت ممكن الرقم ده يطلع معاك 152 واديك الناتج صح. ليه؟ لان انت بالاخر طلعت لي اللي بتقل، يبقى انت فاهم. انما لو طلعت لي ال دي اكبر من ال نوت، هعمل زنقه فيك ايه؟ اقوم زنقك زنقه. بص يعني اقوم ما تسالنيش. صفر ال بدال مش نوت مش دي بوتر، يبقى لازم تقل. خلاص جبت ال يبقى السي بتساوي ال على تي. ال ال ب 126.58 على 10 يبقى 12.6 من 10 متر على الثانيه. والسي جروب بتساوي ان في سي. ال ان قدامك حلين في الجداول بتاع دكتور احمد، انت هتحسبها هتلاقيها موجوده. طيب لو هي مش معاك جداول دكتور احمد هتعمل ايه؟ تحسبها من القانون اللي انا معدود بيه ده. يبقى نص 1 زائد 2 كي دي على ساين 2 كي دي. الكي بتساوي 2 باي على ال، ودي عندك تحسب قيمه ال ان هيطلع معاك 78 من 100، فيطلع معاك السي جروب بكام؟ 9.796 متر على الثانيه. والكي من الجداول برضه يا مكتوبه والله موجوده في الجداول يا محمد. هي موجوده في الجدول، وهتلاقي كمان الساين 2 كي دي موجوده في الجدول. بس انا قلت احسبها كده فرضانيا عشان بس اقول لكم ان هي ممكن تتحسب عادي. انا قصدي يعني ان هي المكتوبه في الجدول هنا اللي اسمها كي اس، هي دي الفان كيت كيت. لا يا حبيبي الكي اس دي حاجه ثانيه، ما تخلينيش التمك. طيب الكي كي اس ده الشولينج، معامل الشولينج ده مالك بيه دعوه خالص، ما تبصلوش. هي 2 باي على ال. خلاص افتكرتها. هي 2 باي على ال، هي موجوده معانا في الجداول بتاعي. الجداول اللي انا شغال بيها جداول دي من 2016، هبعتها لكم لو انتوا عايزين، موجود فيها الكي جاهزه. لكن جداول دكتور احمد ال ان اصلا جاهزه، بس انا برضو دلوقتي مش معاك الجدول، فلازم اقول لك انك تحسب ال ان ازاي. حد عنده مشكله في المساله دي يا جماعه؟ في حاجه مش واضحه؟ وادي يا ربيع فهمت المساله 100 100 100. خلاص كده بدل ربيع فهم يا جماعه، انا بطمن ده معيار الشرح بالنسبه لي لان انا بحب ربيع حبيبي والله. نبدا في السكشن اللي المساله اللي بعديها. حتى كاتبها لك، كاتبها لك كلها فروم تيبل. بيقول لك اف وي فايت ان ات، دي مش ان، ات ديبس 30 متر از 4.5 متر. مديك الاتش ب 4.5 متر، ومديك التي ب 9، ومطلوب منك تحسب لي الويف لينث والسيلاريتي والجروف فيلوسيتي.
عند ايه بقى؟ عند ال 30 متر وعند ال 10 متر. تمام، يبقى انا عندي مديك 30 و10 مديك خصائص عند ال 30، فبقول لك احسبها لي عند ال 30 وعند ال 10. يبقى اول خطوه هتعمل ايه يا هندسه؟ هتعمل ايه يا سلم؟ اول حاجه خالص ببقى عايز احسب الان نوت، ومنه بعرف انا في انهي دي. ادي 30 متر هتجيب ال نوت 156 تيتا تربيع، يبقى انا كده جبت ال نوت واجيب الدي على ال نوت طلع ايه؟ ب 2.37. يبقى انا مش في الديب ووتر، وده اللي انا عايز اقوله لك. اللي مش لازم ابقى مديك خصائص الموجه في الديب ووتر، هو ممكن يزنقك ويدالك عند اصلا عمق من الديب ووتر ويطلب منك اللي انا طلبته ده، اللينس والسيلريتي والجروف سيلريتي بس. فانا هم داخل الجدول عايز حد يطلع لي دي من الجدول كام. تبقى بالتقريب كده 0.259 بالتقريب صح؟ اه انا مش عايزها بالتقريب، انا عايزها ايه؟ بالظبط التشابه الجميل ده. هنشابه على الرقمين دول؟ ايه؟ هنشابه على الفرق ده؟ 8 من 1000 احنا في اللي لا انا فاكر ان انا ما شبهتش، انا بقول لك الصح ايه؟ انت في الامتحان اصلا 0.259 بقول كده برضه. ايوه يا حبيبي لا في فرق بين قلنا اقول لك الصح الاول واقول لك تعمل ايه في الامتحان، احنا عارفين الكلام ده. بس كده. يعني انت المفروض الطبيعي انك هتقول لي ان انا عندي دي على ال في الجدول ب 23% وب 24%، فادخل انا ده كان ب 0.251 وده ب 0.259، انا ادخل ب 2.37 اجيب بالتشابه الرقم ده، ده الطبيعي. لكن احنا هنعمل ايه؟ هنلاقي 2.37 ده قريب منين؟ من ال 24، فنقول 0.258 وخلص الحوار على كده. حتى هتلاقينا انا كاتبها كام؟ 0.256 كمان من غير ما اجيبها بالتشابه على فكره. بس برضو الرسمة دي حلوة، يعني ارسمها وهات الرقم اللي انت عايزه، ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه. يبقى انا جبت الدي على ال نوت طلع ب 2.37، الدي على ال ب 2.56، يبقى ال بكام؟ 117. ايه اللي حصل في ال لما اتحركت لقدام؟ قال صح، يبقى انت شغال صح. السي بتساوي ال على تي بيبقى 117.18 على 9، والسي جروب ان في سي اللي ان بتحسبها بنفس القانون وتقوم رايح معوض يطلع لك السي جروب، ويبقى انت كده جبت السي جروب بتاعك. هنا كان ممكن يزود حاجه على فكره، كان ممكن يطلب منك الباور والانرجي. ليه؟ لانه وداك ارتفاع الموجه عند ال 30 متر، فممكن يقول لك احسب لي ايه؟ الباور والانرجي. الانرجي هتساوي تمن رو جي اتش تربيع، ومعانا الرو جي ب 1.25 والاتش 4.5، يبقى انا كده جبت الاي. وبعد كده اقدر اعوض اجيب الباور فلوكس اللي هي بتساوي السي جروب في الاي، معايا السي جروب وحسبت الاي اضربهم في بعض، يبقى انا جبت الباور فلوكس. تمام، يعني في المساله دي في الجزء بتاع 30 متر ده ممكن يزود عليك مطالب كمان. انما عند ال 10 او عند ال 20 ايا كان، انا حسبت عند ال 20 غالبا، جبت ال نوت حسبت الدي على ال نوت، نوت دي بوتر طلع معايا 16%، ادخل اجيب الدي على ال طلع معايا ب 19%، جبت ال L طلع معايا 104، اروح اعوض في السي اللي هي بتساوي L على T، واروح اعوض في السي جروب اللي هي بتساوي N في C، واحسب ال N بالقانون ده يطلع 68%، يبقى انا جبت السي L على T، ال L معايا وال T معايا وال N معايا وال C معايا، اقدر احسب السيلاريتي والجروب سيلاريتي. وزي ما قلت لك لو انت ما عندكش ده من الجدول ممكن تجيبها بالتشابه، بس انت اصلا في الجداول بتاعك معاك 16%. باشمهندس اتفضل يا محمد. وانا مش مديني ال A، انا ما عنديش سكه خالص، سكه واضحه اجيب منها ال H. لا دلوقتي لا مش معاك. تمام، يعني يا اما الاتش موطى يا اما انا مش معاك. تمام، كمان سكشنين هيبقى معاك. تمام فاهمني، يعني انت لحد دلوقتي احنا بنتكلم على الكاركترستيك عامه، كمان سكشنين هنبدا نحسب حاجه اسمها الشولينج اللي هي الكيس اللي عندك، وهنبدا نحسب حاجه اسمها ريفريكلن اللي هي الانكسار، وهنبدا نحسب البريكنج والديفريكشن، وهنتكلم في التفاصيل تاثير ده على ارتفاع الموجة اصلا وهنتكلم عليه بالتفصيل. بس لحد دلوقتي لا مش معاك. بس لو قال لي ان الديب ان انا شغال يعني في ديب ووتر، ممكن اخد الاتش بتساوي ال على الاثنين. مين قال الاتش بتساوي ال على الاثنين؟ ما هي دايره. لا لا، عشان كده ما كنتش عايز اطلع الجزء ده، ما تفكرش لو هو مديك الاتش مش عايزك تفكر، الله يبارك لك.
لان ده حركه الجزيئه محمد مش حركه الموجه. يعني هي الموجه مش ده مش ايوه ده حركه الجزيء الواحد. الموجه بتتكون من ملايين الجزيئات اللي هي جنب بعض فبتكون الموجه. انا كنت بتكلم عن حركه الجزيئه ما بتكلمش عن حركه كل الموجه. فانا مش عايزك اللي انا شرحته ده نظري ما تحفظوش، مش عايزك تذاكره، تحذر حتى القانون بتاعه ما تحفظوش. تمام تمام كده. مش في الامتحان دي تمهيد بقول المسائل دي ما بتجيش في الامتحان ده، دي تمهيد لمسائل تانية يعني. لا دي المسائل دي مسائل امتحان يا ربيع اصلا، لا انا بشرحها دي مسائل امتحانات يعني بتيجي كده الامتحان. ايوه زي بالسهوله دي. يا رب بس ما تقلبوش. لا 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 ما تقلقش، لان غصب عنه ما يجيبوا لك امتحان زي السنه اللي فاتت ولا قبلها، لان دكتور احمد هو اللي يعني هو المفروض كان بيدرس الماده ومش هيدرسها، ما تقلقوش من الحته دي. بيقول لك اوي ترين ان 100 متر، بيقول لك ان الموجه بتتحرك في 100 متر دبس، عمق 100 متر، الزمان الدوري 10، ارتفاع الموجه كان 2 متر عند اللي هو ال 100 متر دبس. بيقول لك ويف ذهاب بروبيجيتد فورورد، بيقول لك ان الموجه دي بتتحرك للامام عند عمق 10 متر وصلت لارتفاع كام؟ 1.97. بيقول لك المطلوب منك اول مطلوب ده انا مش عايزه لان ده ملغي من عليك، اللي هو البريجر ات بوينت مش عارف ايه ده مش عليك، اللي هو الايه مش عليك، انا مطلوب منك التاني احسب لي الويف سيلاريتي، اللينس، الستيبنس، الجروف فيلوسيتي، الانرجي والباور ات بوث ديبسز. يبقى انا مطلوب منك تحسب ايه؟ سيلاريتي، لينس، ستيبنس، جروف فيلوسيتي، انرجي، باور عند العمقين. فنقول له والله اول عمق بالنسبه لي هو عمق ال 100 متر، اللي اتش عنده بتساوي 2 متر، هجيب ال L نوت اهو بتساوي كام؟ 1.56 تي تربيع، يبقى 156 متر. هجيب ده على ال L نوت 0.641، يبقى انا اجيب ولا مش اجيب؟ ديب اكبر من النص، اكبر من النص انا ديب. يبقى انا اقدر اقول له ان ال H بتساوي ال H نوت بتساوي 2 متر، مظبوط ولا مش مظبوط؟ واقدر اقول له ان السيلاريتي، خد بالك بقى السيلاريتي ده قانون ليها 1.56 التي او ال ال نوت على التي. حد يقدر يقول لي هما الاثنين صح ولا مش صح؟ يعني هو ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ال ال نوت اساسا 1.56 تي تربيع يا باشمهندس، قسمتها على التي بقت 1.56 التي. فانا حبيت بس اثبت لك ان انت ممكن تعوض في القانون ده على طول عادي، او انك تعوض في اللي انت عارفه اللي هو ال ال نوت على التي، معاك ال ال نوت ومعاك التي اقسمهم على بعض يطلع معاك على طول السي نوت. الرقم ده ما يهمنيش، الجروف فيلوسيتي السي جروب بتساوي نص في السي نوت يطلع 7.8 متر على الثانيه، الستيبنس اتش على ال اتش معايا اللي هي 2 متر، ال ال اللي هي 156 يطلع معاك الحيود بتاعها 0.0126، يبقى الموجه فعلا موجه اقل من 26، يبقى الموجه بتاعت لينير. الانرجي الاي بتساوي 8 روجي اتش تربيع، هيطلع معاك الاي ب 6.625 جول، والباور 0.625 في 7.8 هيطلع لك 4.875 وات. ده عند عمق الاولاني. عند العمق الثاني هنعمل نفس الكلام، ال نوت بتساوي 1.56 تي تربيع، نجيب الدي على ال نوت هيطلع بيساوي 0.0641 نوت ديب ووتر، فادخل الجداول واجيب الدي على ال تطلع ب 0.108، ومنها اجيب قيمه ال ال تطلع معايا ب 92.59. السيلاريتي هو الزمن بتاعي ثابت كده في الحالتين الهندسه، ايه الزمن كده ثابت في الحالتين؟ الزمن ثابت دايما يا محمد، الزمن الدوري ثابت في اي مكان. تمام تمام. السيلاريتي السي بتساوي ال على تي، ال ال بتساوي اللي انت جبتها فوق 92.59، التي اللي هي كانت بتساوي 10، اقسم الرقم ده على 10 يطلع لك 9.26 من 100 متر على الثانيه. بعد كده فكك برضو من كده، كده هو بيساوي 2 باي على ال، ما يهمنيش لان انا مش هحتاجه في المساله دي. الجروف فيلوسيتي هروح احسب الان هتطلع معايا 0.874، يبقى سي جروب ان في سي، يبقى اضرب 0.874 في 9.26 يطلع لك 8.094 متر على الثانيه. الستيبنس اتش على ال 1.97 على 92.59. الانرجي ادي 0.125 في 1.025 في 1.97 تربيع يطلع لك ده بالجول،
البار فلوكس اضرب الاي في السي دي يطلع معاك ب 4.025 جول. طبعا واضح ان الكلام عمال ايه اللي بيحصل فيه بيكرر. الله ينور عليك يا ربيع. الكلام مسألة واحدة لو انت حلتها من A to Z مش محتاج تحل تاني على الباب ده. الكلام كله بيتكرر. فلو انت حليت مسألة بما يرضي الله كل المسائل زيها. خدوا بالك الجزء ده انا درسته الترم الاول اللي بتوع هيدروليكا بس بتوع طاقة. دكتور احمد بيجيب لهم التلات مسائل اقسم بالله انا عايز اقول لكم مسائل مسائل اصلا هنا سهلة. زي ما انا قايل كده العيال كلها يعني تقريبا كان انا معايا كانوا 20 طالب منهم 18 كان مقفل الجزء ده. فالجزء ده سهل جدا. وانا عايزك تبدا تذاكر وتبطله تناحة وبتاع اللي هو ايه هناخد اسبوعين كده نذاكر. لا حبيبي عايزك تبدا تذاكر كده عشان السكاشي ما تتراكمش عليك وترجع تقول لي يا باشمهندس ده انا بعيط ده انا مش عارف ده الماده تقيله ده الماده رخمه الماده سهله. عندنا مشروع اول باول اسهل مما تتخيل. مشروع مشروع يا عم بقول لك ايه انت مشروع عربي طرق بدات في المشروع دكتورة نايمة لسه وانت هتفضل نايم لمدة اسبوعين ثلاثة كمان ذاكر فيه يعني ذاكر اسبوعين بس اه ذاكر دول لحد الميد ترم قفل الميد ترم وملك اللي هو بفاي اخر مسألة معنا اوف ويز بيريود 12 سكند اند هايت 3 متر از بروبيجيتد هتتحرك للامام اوفر يونيفورملي سلوبنج بثيمتري. بيقول لك ان البثيمتري ده اللي هو خط القاع يا جماعة لو انا جيت ارسم لكم كده عشان افهمكم دي بس بص ده كده بيسموه يونيفورملي سلوبنج بثيمتري ان القاع بيبقى متدرج وهو رايح للشط كده ده اللي قدامك ده ده اللي بيسموه يونيفورم سلوبنج بثيمتري. فروم ووتر ديبس بيقول لك من 300 متر ده اول عمق لعمق 5 متر بيقول لك احسب لي الويف لينس السيلريتي الجلوب فيلوستي الويف انرجي اند والويف باور ات ديبر ديبس. يعني ايه ديبر ديبس؟ ديب 300 اللي هو بيقول لك اكبر عمق. فين اكبر عمق حصل؟ 300 يبقى انت احسب لي ده عند 300 اديشنالي اضافيا احسب لي الويف لينس والسيلريتي والجلوب فيلوستي عند اعماق 10 و50 و20 و5 تمام. هتعمل ايه؟ هتقول له قد ايه بتساوي 300 متر هتجيب الال نوت هتجيب الدي على النوت يطلع لك اكبر من نص يبقى انت في الديب ووتر يبقى السيلاريتي بتساوي 1.56 تي او الال نوت على التي ب 18.72 والكي مش عايزها زي ما قلت لك الفيلوستي ان سي ال N بنص والستبنس اتش على ال يبقى ب 13 من 1000 وادي الانرجي طلعت معاك 1.15 من 100 والباور طلعت معاك 10.97 وات. اللي انا اعمله بقى ان هاجي عند العمق ال 100 واجيب الدي على ال نوت يبقى 100 على ال نوت اللي هي كام؟ بكام؟ 224 فيطلع لك 100 على 224 يبقى اقل من نص يبقى انا فين؟ مش ديب ووتر. فاروح اجيب الدي على ال ومنها اجيب ال والسي والسي جروب. الكلام اللي عملته عند ال 100 اعمله عند ال 50 اعمله عند ال 20 اعمله عند ال 5. الحاجه الوحيده اللي بتتغير قيمه دي على ال نوت وبناء عليها الدي على ال بتتغير بحسب ال التي ثابت اقسم ال على التي اجيب السيلاريتي واجيب ال ان واضربها في السي يبقى انا جبت الجروب فيلوستي. حد عنده مشكله في سيكشن النهارده يا جماعه؟ لا شغل فاشل الصراحه. حد عنده مشكله في سيكشن النهارده؟ هندسه هو البتاع اللي احنا كنا قلناها اللي هي اصلا ملغيه دي.